في خطوة تضامنية استحسنها المواطنون في بيجاية، وفرت جمعية الدفاع وحماية المستهلك لدائرة عززكا وجبة ساخنة للاجئين الأفارقة. Merci toute la protection du peuple d'Algérie. Mais nous les Nigériens, nous sommes impatients aux Algériens. Merci beaucoup. المبادرة جاءت بغرض التخفيف ولو قليلا من الحالة المعيشية الصعبة لهؤلاء اللاجئين من جهة، وتحسيس سكان المنطقة بضرورة التكفل بهم من جهة أخرى. أنا بدات نزاكسيون يعني باسكو نزرات نوي ذاك ينطرن مليح ذاك بكايوث، أقلا كي نزر من المود أكتوبر لهوا غاسميت كانني برا، الحكومة مالوريزمون وثعلو ماذا زوح باش نتعاون، تجاتنا أوركيلاسيوني دي زاكور انترناسيونو، وثعلو ماذا زوح الحكومة يعني تجاتنا إيو سميتي لهوا كبردان البايلي كاين. دونك كي نون ابري لينسياتيف سيتويان نشادي السن فرح دي السن نصات سان دي السن ولاش تشمي با شهاده تشن دي الحمد لله لي سيتويان بقايا ثان بارتيسيم دا سو سان دون فورس سي عاون لنا غير نعاون دي بارك هنا الحمد لله اي وفانا ربي وكنس نعل نتاوي العيب هذا سوا انا وين موس سن سوا سنع نعل كيمو كان يقومن شي ثوي دي سدون دا سميت جو سوي فيني دو بليدا بور بارتيسيبي ا سيت اكسيون دو لاديك. Bien sûr, c'est une action humanitaire par excellence et il faut que ça soit quelque chose de, qu'on puisse reproduire dans toutes les occasions. المبادرات التضامنية التي أصبح الشباب البجاوي دؤوب عليها خلقت جوا من التكافل والرحمة، محاولين بذلك إيصال رسالتهم بوجوب مراعاة اللاجئين الذين دفعتهم ظروفهم القاهرة إلى ترك بلادهم.